الخاصة بالرجال بهالويب سايت أو معنى كمان اسامي نساء كبيره؟ عم لا بتخلص لا لا لا، الأسباب؟ معنى اسامي كبيره بس نطمنهم كمان، لأن طبعا معظم الناس بيعرفوا إنه العروسة اللي بتاخد كل الائتمان بهالمناسبة. 100%. بس لا، كمان الرجال عندهم حصه. فات معنا هالسنه، هذيك السنه كان معنا فيورديلي والفي، هالسنه فات معنا كمان ستايل، بوتيك مهمه تايتانوس المخصصه بالاعراس. يعني نحن كثير مبسوطين انه عم يتجاوبوا معنا العالم. انا بدي اشكر كل الاشخاص اللي اشتركوا معنا هالسنه، وبدي اشكر الاشخاص اللي ما اشتركوا معنا هالسنه لظروف استثنائيه او خاصه فيهم، على امل انه السنه تكون عائله الويدنج اكبر بكثير. رح كملوا معنا السنه الماضيه؟ السنه المقبله، السنه القادمه. هيدي مثل حديثنا اليوم الصبح. فتره سان فالونتين كثير بتأثر. طبعا رح نكمل، طبعا رح نكمل. ونحن عم بقول لك من الفيدباك، يعني انا هلا نعم. ما كثير بدنا نفوت بالتفاصيل لحتى ما نشربك كل شيء، بس انا باكد لك انه كثير هالبرودوي ناجح، وكثير الاشخاص عم نلاقي فيدباك بوزيتيف وبيشكرونا. سو نحن وياهم مستمرين بهالموضوع. نعم. بالسنه القادمه. بالسنه مشروع القادمه مشروع ويندو استيت ايمتى رح يبلش على الهواء؟ مفروض من هلا لجمعتين نطلع على الهواء. نحن حضرنا البيلوت وعم نحضر بس صور، لانه تقنيا الشغله شوي دقيقه، لانه في كثير اشخاص بده يبيعوا عقارات او يشتروا عقارات، انما الصور الكواليتي تبعتها مش موجوده. يعني هون الأشخاص المسؤوليه على مين دكتور حاج؟ على الكلاينت او انتم اللي بتهتموا بهالموضوع؟ اذا بدك نحن اذا بنتركها على الكلاينت لوحده ما رح يقدر يقوم فيها. سو نحن بصدد انه نشتغل معهم ونساعدهم لحتى نقدر نامن هالكواليتي اللي معود عليها الام تي في، تما نكون عم نطلع بهيك شوي مقلقزي. سو عامل وقت بس شوي صغير، يمكن ماكسيموم جمعتين نحن بنكون على الهواء. بيصير في عنا دبل اكسبوجر، اكسبوجر على الساعه 11:30 مع الويندو ويدينج، واكسبوجر ثاني على 2:00 إلى 5:00 مع اشخاص غير كاتيجوري اللي بيحضروا الالايف بروجرام. مور بزنس، لانه اكيد بكونوا عم بيراقبوا نشره الاخبار. سو اكيد اللي الاشخاص اللي بيتجوزوا بيشتروا عقارات، دونك رح بكون في بانر كثير كبير من الويندو استيت للويندو ويدينج. صعبت عليك يا رولا؟ لا ابدا، ضروري نوضح التفاصيل. وانا بجي بقول لهم للاشخاص كمان، عملنا شغله هلا تذكرتها، هي البرودكاستنج لايف. كل مقابله بنعملها مع اي كلاينت عم نطلعها هالسنه مش على الويندو ويدنج، عم نطلعها على اليوتيوب، ومن اليوتيوب عاملين اشتراك للويندو ويدنج. سو ات ويل بي دبل اكسبوجر. بتعرفي انت هلا النيو ويف ديجيتال اللي والعالي. نعم. الفيسبوك واليوتيوب وتويتر وكل من هالاشياء، وفي اكسس لهالموقع من خلال هالشبكات طبعا، لانه من هون عم نجيب اكسبوجر ثاني كمان، لانه دامجينهم مع بعضهم. سو هيدي كمان من الاشياء الجديده اللي رح بشوفوها، ان كانوا على اليوتيوب او على الويندو ويدنج رح بيطلع الفيديو بنخليه لفتره سنه موجود على شبكه الانترنت. نعم. بالنسبه للكلاينتس لويب سايت ويندو ويدنج، شو شروط الاشتراك؟ بعرف كثير بهمكم تحافظوا على المستوى. 100%. يعني نحن كل اللي بنقوله في اكيد اسامي كثير معروفه، يعني عم بتفوت معنا وواضح، يعني انه اللي بشوف بيعمل براوزنج بهالموقع بشوف هالاسامي المهمه. فينا ناخذ اشخاص يمكن مش مشهورين قد الاشخاص اللي موجودين معنا، بس في ستاندر معين عم نجرب نحافظ عليه، لانه هيدي الايمج اللي نحن حابين نضل فيها. في معنا اسامي كثير موجوده مش كثير مشهورين، انما كثير دقيقين ومركزين على الكواليتي. سو هول كمان موجودين بعائلتنا. مصداقيه الكلاينت قد ايه مهمه؟ كثير مهمه، كثير مهمه. وانا عم بقول لك بصراحه، يعني اوقات بنعتذر من بعض الاشخاص اللي ما بنقدر نفوتهم للاسباب اللي كنت عم بحكيها بالويندو استيت، يعني اذا ما في البروفايل، البورتفوليو، البيكتشرز اللي بتخلينا نحن نكون على نفس الستاندرد اللي نحن حاطينه لنا تنأمن هالاستمراريه المرتبه. نعم. سو بنكون شوي دقيقين على هالموضوع. قد ايه قبل بوقت لازم يتم الاتصال فيكم للمشاركه بهالويب سايت؟ نحن اوريدي مثل ما قلت لك رولا فولي بوكت من هلا لاخر افريل، بس بعد لهلا عم يجينا اتصالات، ويمكن نطول اكثر شيء جمعتين ل 100 ماي يعني نكون موجودين. ان شاء الله خير. ايه اكيد اكيد اكيد. الفيدباك شو عم بتكون من العرسين؟ الفيدباك من اثنين، عم يجي فيدباك من العرسين اللي نحن عم نهون لهم العمليه. نعم. البيج داي اذا بدك، والبريشر اللي موجوده كثير عم بكونوا اذا بدك فاميليار مع الاشخاص المؤسسات اللي موجوده معنا. سو بدل ما العروس تروح تبرم مثلا على كل، اذا بدك مثلا اذا بناخذ كاتيجوري مثلا فساتين الاعراس، بدل ما تبرم على الكل وتضيع وقتها، ونحن بنعرف انه وقتهم ثمين، يعني نعم. كلهم عندهم اشغال وهيك. سو من بعد ما تتفحص وتفوت على الموقع، يعني مثلا اذا فتنا مثلا هون عند جورج حبيقه، تاخذ فكره عن الفساتين وعن الموديل اللي هي بدها اياه، وفيها تعمل براوزنج على غير فساتين،
مين يعني عندنا مثلا امير عوض، يا ابي صليبه، جورج حبيبي، عندها خيارات كثيره، لمياء بنادر، في شوار، ريم زيدان، توني شعيا. باي ذا واي ريم زيدان موجوده معنا بكره على الهواء، رح تستضيفوها، وتوني يعقوب. ساعتها بياخذ فكره الواحد، بيعرف شو الانسب له، بدل ما يقعد يبرم عليهم كلهم، بيعمل براوزنج هون، ووقتها بقرر شو بده، ساعتها بروح عند الشخص، بكون هونا عليه كثير. هيدي من ناحيه اذا بدك الاند يوزرز، يعني اتس ستيب باي ستيب بروسس لهم، خطوه خطوه بترفقهم يعني بكل عمليه التحضير 100%. يعني كله موجود قدامهم، اتس فيرتوال مول مثل الاي بي سي بس فيرتوال. يعني فيك انت وقاعده ببيتك، انت وقاعده بمكتبك، تعملي براوزنج وتشوفي مين موجود معنا على جميع الاصعده. وانس انت قررتي مين بيتلاقى مع نفسيتك ومع شخصيتك ومع الاشياء اللي انت بتحبيها، ساعتها انت بتاخذي فيك تزوريهم وتروحي لعنده. بس بنكون هونا عليها برمه كثير كبيره. ثاني فيدباك عم ناخده من قبل اذا بدك الشركات المؤسسات، كلاينتس، هيدي كثير مهمه، كلاينتس كثير مهمه، وهذا الفيدباك صار واضح يعني من شخص لاربع اشخاص، من خمسه لعشر مؤسسات عم بفوتوا معنا اكيد، وخاصه الاشخاص 80% من اللي كانوا معنا هذيك السنه رجعوا جددوا. هيدا بس لوحده برهان لنا انه عن جد هالمشروع الكونسبت اذا بدك اللي طلعنا فيه مهم وعلى احسن كمان ان شاء الله. هالعدد الكبير من الخيارات اللي بتقدموها للمستهلك بتزيد المنافسه بين الكلاينتس عندكم؟ هي بتزيد المنافسه اكيد، وهيدا شيء بشجعنا، لانه اذا ما في منافسه ما بتتطور الاشياء بجميع المجالات. يعني هيدي الشغله اللي حلوه اللي موجوده عندنا، يعني انه بصير واحد على طول بده يعمل احلى. انا بعرف من الاشخاص اللي مشتركين معنا الكلاينتس، يعني بصيروا يحبوا يشوفوا مثلا شو بنفس المجال عم بحكي شو عامل غيره لحتى يشوف كيف فيه وفي يعمل احلى. بس هيدي بتدل على تطور وعلى اشياء افورت بيرسونال، يعني فور بيرسونال لحتى يقدر واحد يعطي الاحلى من ما عنده، وهيدي هيك التطور بكون. وبدنا بس نذكر المشاهدين انه ويب سايت ويندو ويدنج مش بس للاعراس، انما كمان لكل المناسبات الكبيره والاحتفالات طبعا الخاصة. انت بتعرفي انه الدومين للاعراس يعني نفس هو كايفنت، يعني انا بعرف من عرس اللي عملته كان مور شو ايفنت اكثر من ويدنج، يعني سو كان شو سو نفس الكومبوننتس اللي موجودين هون بتستعمليهم لايفنت. يعني مشان هيك بتلاقي مثلا كل الشركات اللي بيعملوا اعراس ويدنج اند ايفنت بلانر، يعني مش بس مخصصين بالاعراس كمان بالايفنت، لانه نفس الكومبوننت يعني اللبس والكاميرايات والميك اب والشعر وال عدد كبير من الضيوف اللي كانوا معنا والشركات الخاصة لأنه موجودين على هالويب سايت الخاص قدموا باكج خاص للعرسين ولهالمناسبة. في كثير عم بقدموا باكج. هي للحقيقة أنتم بتشجعوا هالشيء كشركة؟ أنا بشجع شغلة وحدة، إنه العريس والعروس بيبقى في كثير بريشر عليهم، وهيدي شغلة واضحة بكل اللي مرقوا فيها بيعرفوا، سو بدهم الناس أو شركة أو مؤسسة تهتم فيهم، يعني ما يضيعوا. هن ينبشوا على هاي وينبشوا على هاي، سو اذا 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 بيجي حدا بياخذ اذا بدك عنهم هالهم وهالتعب كله اكيد بهون عليهم كثير. سو في كثير شركات هلا بيهتموا بهالموضوع هيدي، وانا اذا بترجع لإلي ما بسميها اورجنايزر، انا بسميها مانجمنت، لانه بدها اداره. ايه اداره بكل معنى الكلمه، وانت هالشركات بتكون هي عم بتامن الجارانتي لهالاشخاص انه اذا تعاملتوا معنا نحن بنامن لكم المصور المرتب والاضاءه المرتبه، ما تعطلوا هم، نحن ويل تيك ان تشارج. شكرا لك دكتور مارون حج ولهالمعلومات ولهالفكره الجديده اللي عم يستفيدوا منها عدد كبير من العرسين، اهلا وسهلا فيك. رولا انا بشكرك كمان وبشكر كل مشاهدين الام تي في، انا بحس هيك كان عائله وحده، يعني الانترنت والتي في والعالم ومشاهدين الام تي في، انا بشكرهم ونحن على تواصل نحن وياهم على اكيد. ان شاء الله دائما، اهلا وسهلا. رولا ثانك يو. بريك مشاهدينا ومنتابع ام تي في الايف. ماما شو في على الغذاء؟ بامية؟ مرة تانية؟ طيب شاورما دجاج؟ شاورما! مع ماجي فكرة اليوم دايما في أكل جديدة مع طريقة تحضير ولا أسهل، منقطع الدجاج والبصل والطماطم ومنحطهم كلهم بالصينية، منزيد لبن وزيت زيتون وخلطة ماجي فكرة اليوم، نخلطهم وعلى الفرن. شاورما دجاج! كل يوم طبق جديد مع ماجي فكرة اليوم، ماجي أبدعي.